خليك انت، انا هعمله لك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته، ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. هو الحبيب قال لك عارفه يا بيت انت طلعتي جدعه. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، عدته في البيت ده بدل ما يخرج للقراديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش بنافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف منك. راشد بيخاف على زعلي يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حاج. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكر ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بنت؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربي خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا شراري. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد قطع كده؟ عايزه فلوس. عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده. ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه. الو سيد الناس. يا عم اعمل عريس براحتي. قول لي. لا انا كارن شويه، حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث هنا عليا اليومين دول. والله. طب انا جاي لك دلوقتي، يلا سلام. انت نازل؟ يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين، ما تخليها في البطيء. قرايه في تمك مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. اسمه ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها، بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضل. الله. يا بسم الله ما شاء الله، ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه؟ الراجل اللي هشتغل معاه جه، وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب، بفضل الله. انا نازله معاك. استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. روحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله، انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايحه الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. أعرف.